النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بحمد الله تأثرت المملكة خلال 24 ساعة الماضية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، جلبت معها كميات وافرة من الأمطار في المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة، كما تأثرت بعض المناطق الأخرى ببعض الزخات الرعدية من الأمطار، كان بعض منها غزير في بعض الأجزاء والأحياء. آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي أشارت يوم أمس إلى تدفق كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية كما تلاحظون، والتي غطت يوم أمس وصباح وفجر هذا اليوم معظم مناطق المملكة. ابتعدت هذه السحب خلال ساعات النهار إلى المناطق الشمالية من سوريا وأيضا الأراضي العراقية، وبقيت بعض السحب الركامية المحلية الطابع متناثرة هنا وهناك في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وأصبحت مناطق مختلفة منها خالية من تواجد لسحب هامة. بالنسبة لخرائط الضغط الجوي التي تشير إلى ابتعاد محور منخفض البحر الأحمر الذي أثر على المملكة خلال الأيام الماضية، والذي تسبب بحمد الله بحالة من عدم الاستقرار الجوي نحو الشرق، في حين يتزايد تأثر المملكة بامتداد لمرتفع جوي قادم من شمال الأراضي المصرية. هذا من شأنه أن يعمل على إعادة الاستقرار للأجواء في مناطق مختلفة من المملكة، ولكن بالرغم من ذلك تبقى الفرصة مهيئة لأجزاء معينة وعشوائية من المملكة لأن تخطر بها بعض الزخات المحلية من الأمطار التي قد ترفق بحدوث الرعد، ولكن بشكل عام تراجع واضح سيكون في الأجواء وحدة الأجواء غير المستقرة. على الجانب الآخر يتوقع أن يندفع نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط يوم الأربعاء منخفض جوي كما نلاحظ، يتوقع أن يتمركز ظهر يوم الأربعاء إلى الشمال من جزيرة قبرص. هذا المنخفض الجوي يعتبر هو المنخفض الأول لهذا الموسم المطري، ويصنف بأنه من الدرجة الثانية، يعني هو الدرجة عادية، ويتوقع أن يتزايد تأثيره على المملكة اعتبارا من ساعات نهار يوم الأربعاء تحديدا على المناطق الشمالية من المملكة، ومن ثم يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يمتد تأثير هذا المنخفض الجوي ليشمل معظم مناطق المملكة مع ساعات ليلة الأربعاء على الخميس، ويتحرك هذا المنخفض الجوي يوم الخميس بسرعة نحو شمالي الأراضي السورية، ويتحرك لاحقا مبتعدا عن المملكة، وبالتالي ينحسر تأثير هذا المنخفض الجوي مع ساعات صباح يوم الجمعة، ويعاود مرة أخرى تأثير ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر نهار يوم الجمعة. توقعات النماذج الحاسوبية لكميات الأمطار خلال الأيام القادمة، إذا هذه كميات الأمطار مع ساعات فجر يوم غد الثلاثاء، كما نلاحظ تقريبا خلو المملكة من توقعات الأمطار صباح يوم غد الثلاثاء. نهار يوم غد الثلاثاء هناك فرص لبعض الأمطار المحدودة كما تلاحظون في شمال غرب المملكة، هناك فرص لبعض الزخات المحلية حقيقة للأمطار غدا في مناطق عشوائية متفرقة محدودة، لن تطول طويلا هذه الزخات المحلية بشكل عام. هذه توقعات الأمطار ليوم الأربعاء كما تلاحظون صباحا بدء تشكل كميات من الأمطار في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع بدء تشكل هذا المنخفض الجوي، وكما سنلاحظ مع ساعات نهار يوم الأربعاء تصبح المناطق الشمالية من المملكة عرضة لأمطار بين الحين والآخر قد ترفق بحدوث الرعد، وتكون المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بها كميات وافرة من السحب الممطرة. مع دخولنا مع ساعات مساء يوم الأربعاء ليلة الأربعاء الخميس يتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتشمل أيضا المناطق الوسطى من المملكة بما في ذلك أيضا العاصمة عمان، ولاحقا أيضا تمتد هذه الأمطار إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية من المملكة. إذا هذا هو المنخفض الجوي الأول لهذا الموسم المطري. هذا منخفض اليوم مصنف بحسب خبراء التنبؤات الجوية في طقس العرب بأنه من الدرجة الثانية. هذا المنخفض الجوي يعتبر منخفضا جويا اعتياديا، الدرجة الثانية تعني أن المنخفضات الجوية منخفضات اعتيادية عادية. يتوقع أن تتراوح كميات الأمطار الهاطلة بين 20 إلى 30 مليمتر، سرعة الرياح تتراوح من 30 إلى 40 كيلومتر بالساعة. مناطق واسعة من المملكة يتوقع أن تأثر بهذا المنخفض الجوي، مدة التأثير تتراوح تقريبا حتى 48 ساعة. درجات حرارة تنخفض بشكل ملموس
تصبح دون المعدلات بأكثر من 10 درجات مئوية في بعض المناطق، وتكون ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية، ولا يوجد توقعات لأي ثلوج مع هذا المنخفض الجوي. عودة توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، أجواء تكون بشكل عام رطبة مع تشكل للضباب خاصة في المناطق الصحراوية، مناطق البادية، بالإضافة إلى مناطق السهول الشرقية، ربما تطال أيضا مناطق مثل زيزيا ومنطقة مطار الملك علياء الدولي خاصة في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة. درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية والرطوبة النسبية 93%. نتعرف على درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غدا. المتوقع أن تكون خريفية لطيفة الحرارة في العديد من المناطق، نبدأها شمالا من إربد من 24 غدا ليلة الثلاثاء الأربعاء 15 درجة مئوية، في عجلون من 20 إلى 14، في جرش 25 إلى 14، وفي المفرق من 25 إلى 13 مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار في بعض المناطق المحدودة. في العاصمة عمان 21 إلى 13 درجة مئوية، في الزرقاء من 25 إلى 14، في السلط 21 إلى 15، في مأدبة من 22 إلى 13، أما في البحر الميت فترتفع العظمى إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تهبط الصغرى ليلا إلى 20 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في معان من 23 إلى 12 درجة مئوية، في الطفيلة من 21 إلى 12، في الكرك من 19 إلى 12 درجة مئوية، في جبال الشراء من 19 إلى 13 درجة مئوية، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 27 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تكون الصغرى 18 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشد من 25 إلى 12، في الصفاوي من 26 إلى 11، وفي الأزرق من 27 إلى 13 درجة مئوية. تفاصيل التوقعات الجوية خلال ما تبقى من هذا الأسبوع تكون كالتالي: الأربعاء كما ذكرنا تزايد فرص هطول الأمطار لا سيما مع ساعات الليل إثر تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثانية، تكون العظمى 17 والصغرى 13 درجة مئوية. انخفاض ملموس ولافت على درجات الحرارة يوم الخميس مع تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي، تكون العظمى في العاصمة عمان فقط 14 درجة مئوية، والأجواء أقرب منها إلى الشتوية منها إلى الخريفية، الصغرى ليلاً إلى 10 درجات مع بقاء فرص الأمطار موجودة وتشكل للضباب في أجزاء واسعة من المملكة. أما يوم الجمعة فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء درجات حرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، ودرجة الحرارة العظمى 16 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى 11، وتتراجع فرص الأمطار عموماً في بعض المناطق في أغلب المناطق مع بقائها في بعض منها على شكل زخات محلية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى هذه اللحظة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.